السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى مع القرآن. أول نداء يطالعنا في المصحف وقوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي يتدبر في سورة البقرة يجد هذا الأمر اللافت، كثرة ذكر التقوى، لكن التقوى أيضا تأتي بعد ذكر عبادة معينة. انظر إلى هذه العلاقة بين العبادة وبين التقوى. يا أيها الناس، أول نداء في القرآن الذي يفتح المصحف ويبدأ يقرأ يأتيه أول نداء. ما الذي يريده منا منزل هذا القرآن؟ ما الأمر الأول هنا؟ اعبدوا ربكم. لماذا نعبده؟ لماذا نخضع؟ لماذا؟ لأنه ربنا الذي خلق، أعطى، وهب كل شيء. الذي خلق، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لكن هذه العبادة غايتها لعلكم تتقون. أيها الإخوة، هناك صورة العبادة وهناك حقيقة العبادة. هناك صورة العبادة، قد يصلي الإنسان ويركع ويسجد لأنه نشأ بين أبوين مسلمين، لكن ليس هناك حضور قلب، ليس هناك خشوع، ليس هناك أعمال قلبية وراء هذا، فقط حركات وهكذا. سورة البقرة تؤكد هذا المعنى، تقول اعبدوا ربكم. ستأتينا الأمثلة لأنواع العبادة المختلفة. سورة البقرة أيضا تعلمنا أن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه، كل شؤون الحياة هي مجال لهذه العبادة كما سيأتي. لكن انتبهوا، هذه العبادة ينبغي أن تؤدي إلى التقوى، وإلا فهي صورة العبادة لا حقيقتها. تأمل معي هذا المعنى: العبادة والتقوى. في السورة بعد هذا النداء، أول قصة في القرآن آدم، لماذا جئنا إلى هذه الأرض، ثم أمثل على قوام استخلفهم الله فلم يوفوا بعهد الله. بعد ذلك في وسط السورة تأتي آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر ليس بالأشكال بل بالحقائق. في آخر هذه الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تأمل بعدها، ستأتي يطوف بنا في أنواع من العبادة ويذكرنا بالغاية وهي التقوى. يأتي مثلا القصاص. القصاص عبادة، نعم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يأتي نوع آخر من أنواع العبادة، الوصية. فقط الوصية نوع من العبادة، حقا على المتقين: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. حتى أحكام القتال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. العجب، حتى الأحكام الزوجية وفي حالات الطلاق: وإذا طلقتم النساء يقول واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. مشكلة بين الزوجين على الفصال، على الرضاع والفطام للصبي: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. مشكلة بين الزوجين في المهر بعد أن حدث الطلاق: وأن تعفوا أقرب للتقوى. تقوى في كل شيء، حتى في آية الدين: واتقوا الله ويعلمكم الله. ما المعنى؟ المعنى العبادة تشمل كل مجالات الحياة. لكن انتبه، وأنت تتعبد الله تبارك وتعالى، أين قلبك؟ هل أثرت هذه العبادة في قلبك حتى صار قلب حساس يتقي أي شيء يغضب الله تبارك وتعالى، يتقي أي شيء لا يرضاه الله تبارك وتعالى؟ دائما عنده تقوى، حساسية مرهفة من كل شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى. لطيف في هذا الأمر أنه في آخر ذكر للتقوى في السورة أتى بشيء عجيب. قال: ولا تكتموا الشهادة
ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. تقوى في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. هنا لفظة قرآنية جديدة، القلب يأثم. سبحان الله، آثم قلبه. مرة أخرى يذكرنا بالحقائق. العبادة قد تكون لها صورة، لكن قد يأثم القلب وهو يؤدي العبادة. كيف تكون عبادة بلا روح، بلا قلب، بلا تقوى؟ فهذا الأمر في غاية الأهمية. وأنت تصلي ركعتين، ليس الشأن بأن تصلي 100 ركعة، 200 ركعة، وهذا خير وفضل، لكن الأهم أين قلبك في تلك الركعات. ليس الشأن أن تتصدق بكم، وهذا أمر طيب، ومن زاد زاده الله أجرا، لكن الأهم من ذلك عندما تخرج الصدقة أين الإخلاص. هل استشعرت وقوفك أمام الله وأن هذه الصدقة هي لله، لا للسمعة ولا للرياء ولا لحب أن يحمدك الناس عليها؟ إذا وأنت في الصوم أين قلبك يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي؟ وإذا ركز في آيات الصيام، قال: كتب عليكم الصيام، جعلها هي الغاية من الصيام، لعلكم تتقون. اللطيف في آيات الصيام ما يحضرني الآن أيها الأخوة، آيات الصيام في القرآن 5 آيات أو 6. لماذا أقول 5 أو 6؟ 5 آيات تتكلم عن الصيام صراحة، هناك آية 6 تتكلم عن عاقبة التقوى. هذه الآية إذا قرأتها قد تقول لا علاقة لها بالصيام، لكنها في خاتمة آيات الصيام، إنها قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. عجب، الصيام لا نأكل ولا نشرب، الأكل الحلال والشرب الحلال طيلة أيام رمضان حتى نعتاد على التقوى، فلا نأكل المال الحرام. فأنت تعتاد على عدم الأكل الحلال وأنت تراه أمام عينيك، لكي تكتسب هذه الحساسية المرهفة، هذه التقوى، هذه المراقبة لله تبارك وتعالى. تريد اختبارا حقيقيا للتقوى؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا كنت تكره أن تأكل أموال الناس بالباطل، إذا قيل لك إن هذه المعاملة محرمة فلا يمكن أن تقربها، لأن هذه التقوى قد امتلأ بها قلبك، فهناك أبشر، فالعبادة قد أدت معناها وحقيقتها، ألا وهي التقوى. والتقوى في القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حديث عظيم. يعني العبادة لها صورة، ترك الطعام والشراب في نهار رمضان هذه هي صورة العبادة، لكن حقيقتها هي التقوى، أن تستشعر المراقبة الله تبارك وتعالى، فتستعظم أن تتكلم بالزور أو أن تشهد بالزور أو أن تعتدي على عباد الله تبارك وتعالى. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فنحن في هذا الصوم علينا أن نتذكر أن الصوم ليس صوم البطن فقط، وإنما هو صوم الجوارح وصوم القلب، وهو التقوى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذه التقوى التي في القلوب، وأن نحب أن نقذف في النار ولا أن نرجع إلى الكفر. عندئذ نكون التقوى في قلوبنا قد آتت أكلها. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وإلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد.